أهلا بكم إلى كلام بيروت. فيما يزال قطار تأليف الحكومة الجديدة في حالة انتظار عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من زيارته الخاصة للرياض، يستمر النقاش الداخلي حول توزيع الحصص في الحكومة العتيدة، لا سيما ما يتعلق بحصة رئيس الجمهورية. وبموازاة ذلك، استمر البطريرك الراعي في الدعوة لمعالجة ملف النازحين السوريين في لبنان، وذلك في إطار زيارته لباريس. هذان العنوانان وبالطبع غيرهما الكثير من العناوين سأناقشها مع ضيفي النائب الأستاذ هادي حباش، عضو قطة المستقبل. صباح الخير أستاذ هادي. لكل المشاهدين، أول مرة بطل من بعد الانتخابات التشريعية، أو شيء بارك لك من جديد. صحيح، الله يخليك. ولك زمان ما طليت على الإعلام، فعنا كثير مواضيع بدنا نسمع رأيك فيها من الأقرب للأبعد. الانتخابات باعتبار أخذت معنا 4 شهور شغل انتخابات، فخلال هالأربعة شهور ما كنا عم نطلع على التلفزيونات ملهيين بالحملة الانتخابية. أول شيء قبل ما فوت بمواضيع الحلقة، طمني في طعون تقدمت بالمنطقة عندكم؟ لأنه نحن على مسافة أقل من أسبوع. لهلأ ما تبلغت بعد أنه تقدم ولا طعن. الغريب مع كل الحكي عن الفساد والرشاوة وغيره، حد اليوم قبل تقريبا أسبوع من انتهاء مهلة تقديم طعون ما في غير طعن واحد بشكل رسمي تم تقديمه بزحلة. بهذا الشيء ماذا يقول؟ أنه على شو بيدل؟ أول شيء بيدل أنه يعني على نزاهة العملية الانتخابية. أنا سمعت حكي كتير حتى عنا مثلا بعكار، صار في ضغط كتير كبير أول ما طلعت النتائج، صار يقولوا أنه ربحت اللائحة تبعنا 7-0، بعدين صار يقولوا 6-1، بعدين صارت 5-2. الناس لما انتقلت من 7-0 لل 5-2 شو قالوا؟ صار في تلاعب، اكيد رجعوا مره او اثنين للفريق الثاني. الناس هيك بتفتكر لا طبعا. انا سالوني كثير الناس، لانه السبعه كنا نحن اخذينها، انه ناسنا سالوني انه كيف هالخبر، كيف قبلتوا تكون 7 تصير 2؟ قلت لهم هي من الاول 5-2 مش 7-0. بس الناس اوقات بتتسرع باعلان النتائج، بتشوف بعض الصناديق بتطلع بيقولوا خلص ربحنا هيك، بس تطلع كامل الصناديق بتتغير النتائج. فهيدا بيدل على كل، اول شيء على انه العمليه الانتخابيه كان فيها نزاهه، وبعدين اخر شيء تقديم الطعن بالمجلس الدستوري بده شروط تكون متوفره، شروط جديه اللي بده يقدم طعن جدي، الا اذا واحد عم يتسلى له حق واحد. مين ما كان يروح يقدم طعن صائد اذا كان صائد، بس بده يكون في عنده شروط جديه لحتى يقدمها ويقدر يوصل للنتيجه. هلا هذا اكبر دليل انه يمكن اللي قدم الطعن ما قريته، اذا كان جدي معناتها ممكن يكون عنده بعض الاسباب الجديه اللي خلته يقدم طعن. وعدم تقديم طعون عديده بدل بانه ما كان في شيء بيستدعي تقديم طعون، بالرغم من انه طلعت الصرخ على صناديق الاغتراب وانه في صناديق اختفت مثل ما هي. ولكن هون السؤال يلي اليوم، يعني يمكن هذا مش كتير موضوع اليوم مهم، بس بما انه عم نحكي عنه، السؤال اذا قبل الطعن هيك قانونيا او دستوريا يتم ابطال نيابه المقعد ام اللائحه برمتها؟ لا يعني لا القانون شو بيقول بهالموضوع؟ المقعد اكيد، المقعد مش اللائحه برمتها، واساسا حسب شو هو الطعن اللي مقدم. بس مبدئيا طعن بيطل ابطال نيابه المقعد، وما بنعرف اذا كان يعلن نجاح، لانه في حالتين هون بالقانون. يا يعلن ابطال نيابه المقعد واعاده اجراء الانتخابات، هذه الحاله الاولى، او يعلن ابطال النيابه واعلان فوز الاخر. وهون بهيدي الحاله اعلان فوز الاخر بدها تكون الخلاف على الارقام، بمعنى انا ربحت بضيعه اخذت فيها 100 صوت وانت اخذتي بالضيعه 10 اصوات، نزل هالصندوق وانا معي دليل انه معي انا 100 وانت 10، نزل هالصندوق على لجان القايد بالمركز المحافظه، تسجل لك 100 ولي 10. هالنتيجه هيدي اذا رجعنا صلحناها بتبين انه انا ربحان وانت خسراني، دغري يعلن خساره الشخص واعلان فوز الاخر. نعم. اذا النتيجه الرقميه. اما اذا واحد راح مقدم طعن انه في عندي اثباتات انه في رشوه، طيب هيدي الرشوه مين اللي قال انه رح تسقط فلان وتنجح فلانتين؟ بيبطلوا الانتخابات وبرجعوا بيعيدوها من جديد، لانه هيدي منا رقميه، منا رقميه. اما اذا كانت انه خطا بالحساب تبع الاصوات وانا 100% حقي انجح وربحان بالاصوات، يعلنوا ابطال النيابه واعلان نيابه الفرق الطاعن. باي حال 6 حزيران عفوا منو بعيد، ورح يبين قديش في عدد طعون. اليوم المشكله او الهم الرئيسي هو تشكيل الحكومه، يعني هالزخم يلي اخذه الرئيس سعد الحريري ب 111 نائب سموه وكلفوا تشكيل الحكومه، يوم بعد يوم عم يعني هيك يتحول لقلق بظل قديش في مطالب وقديش في عقد وقديش في حصص. خلينا نبدا الحديث عن هالموضوع. يمكن كاريكاتير ارماه حمصي بجريده النهار صوب عليه بطريق رسم سكاكين مشتبكه فوق قالب الوزارات،
مش عم بتقص الجاتو بقدر ما هي مش تبكي بعضها ببعض. اي عقدة هي الاصعب اليوم امام الرئيس الحريري؟ عم بتقص الحصص الوزارية. انا بهذا العبارة الحصص الوزارية بتذكرني بالحصص الغذائية اللي بتتقدم للفقراء بايام الاعياد، فهي بس هي يمكن فقر من نوع اخر، جوع سياسي، جوع سياسي للفرقاء السياسيين لتقاسم الوزارات. على كل حال هذا اكبر دليل على انه كل واحد عم بيقص، بده حصه من هون وحصه من هون وحصه من هون، واللي هو بمحل معين، يعني بمحل معين في حق للناس تفكر للفرقاء السياسيين يفكروا بهالطريقه، وفي بالمقابل حق ثاني كمان للشعب اللبناني انه بده حكومه، يعني انه ما فينا نضل يعني تحت عنوان انه الفرقاء بدهم يجربوا يحصلوا قد ما فيهم وزارات مهمه لإلهم، انه نضل فايتين بهذا الموضوع. وهيدي على كل بتطرح هالقصه هيدي اذا بدك اسئله على الدستور تبعنا كله. نعم. سوا اللي هو عمليا فيه عقده، انه اليوم فيه اوقات محلات بيعملوا بلوك، انه اليوم نعم. والله اذا رئيس الحكومه ما قدر رضى كل الفرقاء السياسيين بالحصر شو بيعمل؟ او بتعرفي انت اوقات كانت تروح شهور الحكومة. ما في مهله، ما في مهل، وكانت تروح شهور وبيقول له رئيس جمهوريه انا ما بدي امضي. نعم. واذا ما مضى شو بيصير؟ هو بيضل رئيس مكلف ورئيس جمهوريه ما بيمضي وبيضل البلد واقف. يعني هيدي بتطرح حكومه تصرف الاعمال. بس اليوم رئيس الجمهوريه مثل ما قال نقول نصيف بالاخبار، هو بوارد انه ما في عنده شيء مفتوح بالتكليف، يعني ما عنده شيء اسمه فتره مفتوحه بالتكليف، وانه بنهايه المطاف مهله الشهر هي المده المعقوله، ومن بعدين لكل حادث حديث. ما في شيء، يعني مع لكل حادث حديث، مع احترامي لزميلي لصديقنا خلينا نقولها، نعم ما في شيء اسمه لكل حادث حديث بالدستور. انا رح اقرا لك حرفيا سؤال بيقول رئيس الجمهورية اللي هو شريك الدستور الرئيسي بتأليف الحكومة وصاحب التوقيع الأخير، بالنسبة له مهلة التكليف غير مفتوحة، يقتضي أن لا يصيب التأليف يلي صار بالحكومات السابقة بإهدار الوقت على المشاورات واستمزاج الآراء، ومهلة الشهر هي مهلة طبيعية للمشاورات من أجل إيجاد أوسع توافق عليها لإنجاح مهمات ومرحلات ما بعد التأليف. مش أي حرفيا هذا الأمر، ولكن تستنتج انه في شهر وبعدين ما بعرف شو بده يصير. هذا كلام استاذ نقوله، هو كلام سياسي، وكلام سياسي معقول انه اليوم لازم تنعطى مهله شهر، بس كيف اليوم اذا الرئيس اعطى مهله شهر لرئيس الحكومه وما نوصل لنتيجه باي معنى؟ هذا بده يكون في اتفاق ما بين رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه، انه يا دوله الرئيس اعمل مشاوراتك وبنعطي مهله شهر للسياسيين للفرقاء كلهم سوا لحتى نقدر نرضيهم، ما قدرنا نرضيهم تعال تمضي التشكيله انا وياك، هيك بتكون اعطينا مهله شهر. بس اما نعم. هو بالمقابل ما عنده امكانيه يعمل شيء مع رئيس الحكومه، عم نحكي دستوريا هون. ليش هالسهوله بالتكليف ما شعرنا انها ترجمت؟ يعني انا بالعكس لانه بلقاءات رئيس الحريري انا ماني معك بعد، او مع البعض الاعلام اللي عم بيقول اليوم انه في مشكل. انا هلا بعدني عم ناقش المشكل في من النواحي الدستوريه، بس من النواحي السياسيه ماني شايف انا لحديد هلا نحن بمشكل او بازمه بمساله التشكيل، لانه الاجواء ايجابيه، كل الاجواء اللي انا اليوم عم تجيني بعدها اجواء ايجابيه وبعدها الامور ماشيه بالمسار الصحيح. وانا شخصيا اذا اليوم بتساليني، علما انه بورصه التشكيل الحكومي كل ربع ساعه بتتغير، بس اليوم اذا هلا بتساليني انا بقول لك الامور مسهله، منا معقده مثل ما البعض عم بيصورها. هلا كلام رئيس الجمهوريه نعطي مهله شهر كلام منيح، هذا بمحل معين مش ضغط على رئيس الحكومه، هذا ضغط على الفرقاء السياسيين انه اخر شيء بشغله بدنا نعرفها. اليوم توافق رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه بموضوع تشكيل الحكومه هو اكبر عامل ضغط على كل الفرقاء السياسيين بالبلد، لانه اليوم انا فرضا فريق سياسي بالبلد، بيجي علي رئيس الحكومه بيقول لي ليك انا اعطيك وزاره 2 3، اذا قلت له لا بيقول لي اوكي خليك برا انا متوافق مع رئيس الجمهوريه بكره بمضي. اخر شيء رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه كيف بيطلعوا التشكيله؟ بيمضوا هن طبعا المرسوم اثنيناتهم، بس الاهم من توقيع المرسوم اثنيناتهم يكونوا مأمنين لهالتشكيله نص زائد واحد بمجلس النواب بالثقه. طيب ما في اسهل منها تأمني اليوم بس نص زائد واحد. بلبنان استاذ هادي معروف انه الغبن اذا لحق بفريق سياسي معين مثل ما عم ببين يعني بمحلات بيؤدي لمشكله، يعني بنكون بشيء بنصير بشيء. اوكي انا ماني عم بقول انه نحن اليوم المفروض نوصل انه نتجاوز فرقاء سياسيين بالبلد، بس انا عم بقول اعلى من كل الفرقاء السياسيين بالبلد هو الشعب اللبناني،
ما فيني أنا اليوم هذه خبرية الست شهور والسنة اللي كانت تصير سابقا للحكومات، هذه كانت أكبر كارثة على البلد، لأنه اليوم تعطيل الحكومة هو تعطيل من بعده لمجلس النواب، تعطيل لكل المؤسسات الدستورية، والبلد خصوصي بهذا النظام السياسي التعبان تبعنا ما بيمشي الا ما يكون في حكومه وترجع تمشي مجلس نواب وتمشي رئيس الجمهوريه وتمشي المؤسسات كلها سوا. لذلك مفروض نحن اليوم انه رئيس الجمهوريه مهله الشهر اللي وضعها هيدي مش بوجه الرئيس الحريري برايي انا، هيدي بوجه الفرقاء السياسيين انه يا اخوان في مهله شهر، انا بعد شهر بوقع حكومه انا والرئيس عندك الحريري. عندك خبر حول هالموضوع انه في مهله معينه؟ لا بس ما بحسب بس الجو ممكن انا بعرف يعني بتفكير الرئيس عون وبالتفاهم اللي صاير بين الرئيس عون والرئيس حريري ممكن يكون انه قال له خلينا نعطي مهله شهر. ماذا لو كانت المشكله هي بالحصه الوزاريه الرئاسيه او الحكوميه؟ يعني اليوم الرئيس بري بحسب لوريون لجور زاد المشكله تعقيدا بقصه الحصه الوزاريه الرئاسيه، بيقول انه هو معارض لها لانه هاي الحصه قبل كانت موجوده داخل الحكومات وكانت محسوبه للوصايه السوريه يعني ومنها للسكن قصر بعبدة. والنائب البير منصور ايضا بيقول انه هذا العرف ما له قيمه دستوريه حقيقيه. خلينا نكون منطقيين رولا ونكون واضحين، اليوم هيدي الحصه على ايام الرئيس سليمان رئيس جمهوريه ما عنده كتله نيابيه، نعم، وهو بده يوقع هالمرسوم، اجى قال انا بدي اخذ ثلاث وزراء وهذا كان منطق. كل الرؤساء يعني من رئيس الهراوي لا انا بقول لك شغله تنكون واقعيين، اليوم اي رئيس جمهوريه او اي رئيس حكومه بيكون عم بيعمل رئيس حكومة أو رئيس جمهورية وما عنده كتلة وزارية من المنطقي أنه اليوم يكون عنده وزيرين ثلاثة بقلب الحكومة. بس الرئيس عون مش وضعه هيدا الشيء. أوكي هلأ اليوم النقاش اليوم على موضوع الرئيس عون أنه طب هل الرئيس عون اليوم إله أو ما إله، هيدا بصراحة بيفتح نقاش سياسي يعني أكثر منه قصة دستورية أو قصة عرفية. بيقدر الرئيس عون اليوم أنا عندي كتلة 30 نايب من بتمثل فيها لهالكتلة 30 نايب، مثل ما اليوم الرئيس الحريري بيقدر يقول أنا عندي كتلة 20 نايب بتمثل بكتلة 20 نايب اللي عندي، نقدر نسهل الموضوع ونمشي. هيدا منه نقاش دستوري، هيدا إذا بدك نقاش منطقي لازم يصير. أنا اليوم إذا أجيكي رئيس حكومة ما عنده ولا نايب تجي بتقولي له تولع مول انت رئيس حكومه وقع على مرسوم وما تاخذ ولا وزير بالحكومه كمان مش منطق. ونفس الخبريه اذا اجاك رئيس جمهوريه منه رئيس كتله سياسيه وما بيشتغل سياسي بالبلد، كان قائد جيش كان جاي من قطاع معين وعمل رئيس جمهوريه، بتجي بتقول له والله انت بتعمل بتوقع مرسوم التشكيل ما بيحق لك وزير وزيرين بالحكومه، ما كمان اليوم بالسياسه في شيء اسمه عده الشغل، هيدي اللي سماها سليمان فرنجيه يوم اللي اجى على وزاره الداخليه، عده الشغل اني اشخاص حواليك بدهم يكونوا يساعدوك بمواقع معينه لحتى انت تقدر تنجح، ولا انا بدي اعمل اليوم بعمل رئيس جمهوريه ما في عندي وزير بالحكومه. نعم لكن القوات استاذ هادي تشعر اليوم انه قصه حصه رئاسه الجمهوريه في مثل وكأن الهدف من وراء التكبيره هو قدم حصة القوات اللبنانية وربما حتى إبقاء خارج السلطة التنفيذية. كل واحد بيشوف المصيبة من زاويته. أنا عم بحكي ما بتشوفها هيك؟ لا عم بقلك من زاويته هن بلا هي من زاويتهم عم تنعكس على حصة القوات، لأن القوات عم تعتبر أنه لما رئيس الجمهورية اليوم بده ياخذ ثلاثة ونرجع نقسم فرضا عم يحكى عن خمسة لرئيس الجمهورية فرضا خمسة وستة للتيار الوطني الهرها وثلث الحكومة عظيم واحد زائد واحد يعني إذا اعتبرنا الحكومة 15 جينا بدنا نقول خمسة للرئيس وستة للتيار صرنا 11 باقي في أربعة بنعطي واحد للكتائب واثنين للقوات أو ثلاثة ما بعرف بس بغض النظر يعني أكيد إذا بدنا نجي نطرح الموضوع من هيدي الزاوية بدنا نشوفوها القوات مشكلة بس أنا قبل ما نشوف إنه هاي المشكلة رح تنفجر بوجه مين بوجه القوات أو بوجه غير القوات أنا عم بجي أقول إنه نحن هذا موضوع نقاشي بده يصير ويتم الاتفاق عليه بده يصير في توزيع حصص لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة بده هذا الموضوع ينفجر بمحلات تانية أو يؤدي إلى تقليص يعني الحصة الحصص تبع الوزارة تبع ممكن تنقل المشكلة من حصة رئيس جمهورية لحصة رئيس حكومة يعني نكون بالشي نصير بالشي تاني هي أساسا ما لازم تكون المشكلة يعني تنقل هي ما هي هي موجوده المشكله نعم اذا بدك اذا سميتيها مشكله او خلينا نقول لك خلينا نسميها منا مشكله خلينا نسميها اذا بدك مبدا هذا المبدا نعم. اذا كان بده ينعمل برئاسه الجمهوريه ومفروض ينعمل برئاسه الحكومه لانه كمان برجع بقول لك بركي اجى رئيس حكومه ما عنده ولا نايب ما بتعطيه ولا وزير ما هيدي موجوده يعني هالمشكله اذا بدنا نسميها عم نتبعها نعم. اعراف او عادات هذه كمان بدك تيجي تسألي إذا بكرة إجا رئيس حكومة هل بيقبل؟ طب هذا الرئيس مئاتي إجا
عم بعطيكي مثلا. نعم. اجى الرئيس ميقاتي رئيس كان حكومة. عنده ما كان عنده نواب الا يمكن نائب كان واحد. عنده وزراء ما عنده الا نائب واحد كان يعني. شو اخذ الرئيس حكومه رئيس الحكومه اخذ 4-5 وزراء ليش ما هالامر ما بيشكل احراج لرئيس الجمهوريه اذا الرئيس الحريري فاتحه بالموضوع ليش بده يشكل احراج عم بتقول الشرق الاوسط انه ممكن رئيس الحريري حصته يطالب بثلاث وزراء وثلاثه لرئيس الجمهوريه يعني احراج يمكن للاخرين ليش بده يشكل احراج للمكون الشيعي ما رح يجي يقول كمان انا بدي احصه عم بقول لك انه نحن مش عم نحكي بشيء عم نخترعه من عنا امبارح نجيب ميقاتي مع احترامنا له رئيس الحكومه السابق اجا رئيس حكومه ما كان عنده كتله سياسيه جاب معه وزراء فؤاد السنيوره اجا رئيس حكومه ما كان عنده كتله سياسيه جاب معه وزراء خالد قباني بس اجا عمين كان محسوب الوزير خالد قباني الرئيس سنيوره لما اجا ما جاب معه خالد الوزير قباني ومين بعد جاب معه كمان وزير او وزيرين اجوا على حصه الرئيس تمام سلام لما اجا ما جاب معه الوزير رشيد درباس وما جاب معه بعد وزير اخر المشنوق يمكن الوزير مشنوق محمد المشنوق اجوا على حصة الرئيس تمام سلام فهيدي عملية مش عم نخترع البارود رئيس الحكومة اذا اجا ما عنده كتلة سياسية حقه يجيب وزراء له رئيس الجمهورية اذا اجا ما عنده كتلة سياسية حقه يجيب وزراء له والا فالاثنين بيجيبوا حصص مش بس حقه بدي اقول لك تكون منطقيين هو عم وقع المرسوم بيقدر رئيس الجمهورية يقول لهم انا بدي 20 وزير او ما بوقع المرحلة اللي جاية اي نوع اي حكومة بدها يعني بدها حكومة اكترية واقلية تعارض حكومة اتحاد وطني خلينا نناقش بالموضوع بعد ما نتوقف مع اول فاصل نعود لمتابعة هذه الحلقة مع الأستاذ هادي حبيش إذن بموضوع شكل الحكومة المقبلة القوات بيقولوا اليوم بحسب الشرق ما يدفشونا على المعارضة لأنهم سيندمون وبتقول الصحيفة أنه دكتور جعجع بدأ العدة لجولة اتصالات واسعة للبحث بإمكان قيام جبهة سياسية بتضم نواب وشخصيات وأيادات سياسية من مختلف المناطق والطوائف والمذاهب تحت عنوان جبهة الجمهورية القوية هل هالكلام يشير إلى أننا يمكن باتجاه أكثرية وأقلية تعارض؟ أنا شخصيا يعني بتمنى نوصل لمرحلة أنه يكون في معارضة بمجلس النواب لأنه آخر شيء الحياة السياسية اللي ما فيها معارضة منها حياة سياسية صحية يعني كل العالم بدها تشارك بالحكم يعني كل العالم اذا صار في فساد بدها تغطي الفساد يعني كل العالم اذا صار في اخطاء بدها تغطي الاخطاء يعني 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 وهذا اللي عمليا اليوم عم بيصير ببلد مثل لبنان لما كل العالم بتشارك الكتل السياسيه اللي موجوده بمجلس النواب هي ذاتها وجهها الحكومه طب اليوم تختصر مثل نظريه يعني اليوم اللي بتنحكى فصل النيابه عن الوزاره انه طب فصل النيابه عن الوزاره حدا يقول لي لوين بتوصل بمبدا المحاسبه؟ انه انا اليوم نائب بكتله سياسيه سمتك الكتله السياسيه لإلك وزير انه برايك انه انا رح اطلع حاسبك ثاني يوم؟ ما شو ليش ما نكذب على الراي العام نخبر اخبار؟ هلا انا بقول لك وين اهميه فصل النيابه عن الوزاره؟ انه كل واحد يتفرغ لدوره كل واحد يعمل شغله، بس اما قصه المحاسبه هي الاساس، هيدي قصه المحاسبه المفروض يلتقي لها اليات ثانيه، طبعا اللي تقتضي تعديل النظام السياسي في مجالس الرقابيه يعني تفعيل لا بس عم بعطي لانه اليوم مجلس النواب بنظام سياسي برلماني مثل لبنان، دستوري برلماني مثل لبنان، ما بتزبط انه مجالس نواب يحاسبوا وزراء هن جايبينهم، يعني مجلس نواب عم يجيب وزراء، كيف بده يحاسبهم؟ نعم ولكن المعارضة استاذ هادي بدها توقف على مكون بحد ذاته أم لازم تكون كمان عابرة للطوائف لحتى تكون فاعلة وإلا بده ينقال ما ضروري نرجع للعنوان لا ما ضروري، فيها تكون معارضة مش من كل الطوائف وتحاسب كل الناس، ما خص ليش أنا اليوم انا النائب المسيحي ما فيني حاسب الا الوزير المسيحي او الوزير السني او فيني حاسب كل الناس انا اليوم اذا نائب شو ما كانت طائفتي بمجلس النواب بعمل شغلي اي وزير بيغلط بيجي بيطلع بقول هذا الوزير الفلاني عمل 1-2-3 هيك انا بقول لك الحياه السياسيه النيابيه وال تكون صحيه ترجع أكثر. ترجع لطبيعتها طيب بس المرحله اليوم اي حكومه تتطلب وبحسب علمك الرئيس الحريري إلى أي شكل حكومة يطمح؟ أكيد الرئيس الحريري اليوم عم يطمح لحكومة وحدة وطنية واليوم حكومات الوحدة الوطنية إذا بدك بتريح الجو السياسي بالبلد أكثر بتريح الجو السياسي من التشنجات لأنه اليوم الحكومات اللي فيها لأنه يعني الحكومات اللي بيبقى عندها معارضة كمان قوية بمجلس النواب كمان حكومات بتتعب يعني
مع العلم انه هي اذا بدنا نحكي بمنطق سليم هو مفروض الحكومات تتعب بتنظم عملها اكثر. مفروض الحكومات نعم. طبعا بس فلوزة ليخافوا نعم. بصير اليوم انا اذا وزير وبعرف في عندي معارضة شرسة بمجلس النواب بصفي بدي انتبه لشغلي بالوزارة 100% ليش بقول في حدا ناطرني على الكوع. اما اذا كل العالم قاعدة مع بعضها بصير قول بسيطة والله ما زالوا ما حدا عم بيحاسب خليني انا اعمل واو واو. هذا اليوم التفكير السائد عند الوزراء نعم. انت اليوم اذا بتروحي هلا تفتحي سجل الوزارات وبتلاقي المخالفات القانونية اللي عم بتصير بالوزارات مخيفة عند الجميع مخيفة عند كل الناس مخيفة مخالفات هلا في وعود بحقب جديدة ما بيصير فيه اذا بدك هلا هون عم نحكي بالمنطق العام ما بيصير فيه التزام بالقوانين وتطبيق للقوانين الا ما يكون في معارضه جديه بمجلس النواب ومعارضه مش معارضه ناس مش فهمانين كيف بدهم يعملوا مراقبه للحكومه معارضه عم تشتغل جديا على ملفات عم بتفتش على ملفات كل المخالفات اللي عم بتصير بالوزارات انا ساعتها بقول لي كل الوزراء بيستقيموا الشغل تبعهم اما لما الوزير بتمرق وزاره ما حدا ما في جلسات للمحاسبه او اذا كان في جلسات للمساءله وهيدي الجلسات نعم. كلها هي ذاتها الحكومة بدها تسائل نفسها بمجلس النواب ما بتوصل إلى نتيجة فيها. بموضوع آخر الرئيس حريري اليوم موجود بالمملكة العربية السعودية لزيارة خاصة يعني. ولكن اليوم كمان رجع الحكي عن دور سعودي معين بتشكيل الحكومة هيك سريعا رح استعرض لك ياهن كمان إذا بدنا نرجع لزميلنا نقول نصيف بقول بده يرجع الرئيس الحريري بوديعة سعودية هي كتلة أو حصة القوات اللبنانية الأستاذ علي حميد بالنهار بيقول أنه بيعرف الرئيس الحريري أنه تشكيل الحكومة إذا ما ترافق مع دعم عربي له رح يكون رحلة بالمجهول الياس الدايري أيضا بالنهار بيقول يجب انتظار زيارة تاريخية للسعودية لنعرف الخيط الأبيض من الخيط الأسود في دور للمملكة العربية السعودية كيف ممكن يكون شكل هذا الدور؟ بصراحة ما بعرف ما فيني أقول لك إنه أجزم وأقول لك إنه في دور لأنه في وحي معين أو بصراحة ماني شايف أنا نعم. أنا لليوم بقول لك جديا ماني شايف إنه المملكة العربية السعودية عم تتدخل بهذا الموضوع وزيارة الرئيس الحريري هي زيارة خاصة لعائلية مسألة التدخل بصراحة بقول لك ما تفكري من منطق انه عم دافع عن حدا اذا كان في تدخل بقول لك كان في تدخل ما شايف انا المملكة يعني مهتمة بمسألة شكل الحكومة بلبنان وشو مين بده ياخذ الحقيبة الفلانية ومين بده ياخذ الحقيبة الفلاتينية المملكة بهمها بالشكل العام استقرار البلد الاستقرار الامني الاستقرار السياسي بالبلد بس اما بتجي تقول له للرئيس الحريري اعطيه للقوات هيدي الحصة وما تعطي للقوات هي الحصة بتصور انا عم نفوت بتفاصيل ما بتصور هذه المملكه فايته فيها هلا دائما شوفي هلا طبيعي انه ينكتب هيك انه لانه بحسابات الناس او بعض الاعلام انه الرئيس الحريري قريب من المملكه و و و طبيعي ينكتب هذا الكلام مثل ما اليوم واحد اذا راح من جماعه النظام السوري على سوريا بيقولوا هلا اذا بكره بشار الاسد بده يقول له عمول كذا وعمول كذا بس مش ضروري كل ما واحد راح على سوريا يقول له بشار الاسد عمول هيك ونفس الخبريه مش ضروري كل ما واحد راح على السعوديه او على اوروبا او على اي يكون في وحي معين يعني موضوع داخلي ما حد وقت بيقول الشيخ نعيم قاسم بحسب افتتاحيه اللواء انه سعه تمثيل القوى الفائزه بالانتخابات هي قوه حقيقيه لاي حكومه قادمه ماذا علينا ان نستنتج سعه تمثيل سعه ايه انه هل القوى القريبه من حزب الله رح يكون وزنها كثير كبير بالحكومه لانه دغري الاستنتاج قفز لموضوع الثلاثيه الجيش والشعب والمقاومه استحضرت على الفور هلا في علاقه لهذا بتلك ممكن اليوم الرئيس الحريري يقبل باللي ما قبل فيه بالحكومه السابقه بهالثلاثيه ده يسهل الموضوع ما انا برايي كلها هي ما لها قيمه بقى خبريه الثلاثيه وما ثلاثيه انه تنحط وما تنحط يعني دخلك انه بس حزب الله هلا بوضع لا يحسد عليه ايه من الضغوطات ما لها قيمه هي الخبريه كلها يعني قصه سلاح حزب الله بطلت مرتبطه الخبريه انا هيدي قناعتي على كل حال اذا كانت معنويات الحزب بتتوقف على هالموضوع ما بتصور انه الموضوع بتصور انا بيتم التجاوز وبنمشي بالبيان اللي مشي بالحكومه السابقه بتصور ما راح يصير في مشكله على مساله البيان الوزاري ومساله الحصص الوزاريه ايه بمحل معين الى حد ما مرتبطه بمساله الحصص النيابيه او التمثيل النيابي يعني ما فينا
يعني ننفي انه التمثيل بمجلس الوزراء مرتبط بالتمثيل اللي هو موجود اليوم طبعا. لذلك اذا حصة الرئيس الحريري راح تكون اقل، لانه في 10 تقريبا نواب سنة من خارج تيار المستقبل. ممكن تكون اقل، ما حدا قال ما في مشكلة بهالموضوع. ممكن تكون اقل، بس كمان بدك تشوفي حصة رئيس الحكومة، بده ياخذ حصة كرئيس حكومة. الانهيار المالي يعتبر جوني مناير اليوم انه يخدم الحكومة، بيقول الواقع المالي الخطير رح يخلي الدول الإقليمية تخفف شروطها عن لبنان وعدم تحمل مسؤولية أي انهيار قد يحدث. توافقه هذا الانطباع؟ جوني قربتي، أنا شو ما قال مضطر أقول إيه. إيه بس ممكن شو بيقولوا مصيبتنا تكون فيها فائدة بمحل معين، المصيبة الاقتصادية والمالية تكون فيها فائدة على شو؟ انه يخففوا العقوبات عن لبنان. يعني نحن عم نحكي انه هلا لبنان مقبل، او بالاحرى حزب الله، على عقوبات ما بيحمل يعني لبنان قوي. على كل حال عقوبات بكفيه اللي فيه لبنان، ما بيحمل عقوبات. يعني هلا نحن اصلا عقوبات ما عم تكون على لبنان هلا، يعني عم تكون هلا على حزب الله وعلى القيادات تبع حزب الله وعلى نعم. وعلى خلينا نطول بيناتها نشوف لوين بدها توصل العقوبات، بس بتصور انه ما رح توصل انه ينعمل شيء على لبنان وما رح نزعل جوني لك. لا جوني ما قلت لك ما فينا نزعله. قصة النازحين السوريين رح يلتقي لحل بهالحكومة؟ يعني هل رح نوصل ليوم نسمع خطاب واحد للوزير جبران باسيل ولا رئيس الحكومة؟ شوفي، قصة النازحين السوريين بالشكل العام انا برأيي الحكومة السابقة عملوا وزير للنازحين السوريين صديقنا الحاج معين المرعبي، بس ما عطيوا اذا بدك اهميه واولويه لمساله النازحين. انا برايي اليوم مفروض هيدي الحكومه تكون اول ملف عندها، مثل ما اليوم في عنا ازمه اقتصاديه طارئه على البلد او كبيره مفروض يلتقي لها حلول، ورحنا على فرنسا وعملنا مؤتمر بروكسل واليوم مفروض انه مسألة النازحين تكون من اولويات الحكومة الحالية ايجاد حلول. كيف بده ينشغل عليها لحتى اليوم طلع القانون بسوريا الخطير؟ نعم. قانون رقم 10، قانون رقم 10، واللي هيدا اذا طبق بسوريا هيدا اكبر كارثة على لبنان. بلش تطبيقه، بلش يطبقوا النظام السوري، بلش بتطبيقه، بلش بالقابون. لا بلش من تقريبا اسبوع بالقابون. عظيم، يعني اذا بلش يعني هذه بعد هلا هذه يعني مؤشر بعد خطر اكثر. فاليوم نحن كحكومه لبنانيه او كدوله لبنانيه شو عم نعمل بهذا الموضوع؟ شو بتقدر تعمل؟ يعني بعت الوزير جبران بيصير رساله بيقدم مع الدول. اولا اول شيء بدك تلاقي حل بهذا القانون يلتغى، وثانيا مش ناطرين نحن الرئيس الاسد لحتى نلاقي حل. ماذا لو كان الهدف دفع الحكومه اللبنانيه للتنسيق مع النظام السوري؟ بتشوف في هدف هيك يعني او مسعى للضغط بهالاتجاه بالمرحله المقبله؟ مش ضروري ننسق مع النظام السوري بالمباشر، نحن بنحكي مع الامم المتحده، هن بينسقوا معه. اللي عم بيحكي معه للنظام السوري بينسق معه، مش مهم. شوفي لان احنا بنفوت بالقشور وبالتفاصيل، وايه بحكي معه بالمباشر او بحكيه عن طريق الامم المتحده او خلينا احنا نحط المشكل شو هو ونشوف كيف بدنا نعالجه. هلا بنحكيه بالمباشر او بنحكيه عن طريق الامم المتحده او انا اي شيء بدي اكل عنب، هذا الاساس تبعي انا اوصل لنتيجه. انا اليوم عندي ملف كبير اسمه ملف النازحين. نعم. هلا مساله الحكي مع الرئيس الاسد بالمباشر بيعمل ازمه داخليه بلبنان ناتجه عن الصراع السياسي اللي موجود. شو بدنا نحن نعرقل حالنا ونصفي؟ بدنا نجي نحكيه ونصفي على قنين، ليش عم نحكيه بالمباشر؟ خلينا ما زالوا في حل ثاني اسمه الامم المتحده. كل العالم منا زعلانه من الامم المتحده. يمكن بدهم يصلحوا الخطا التاريخي اللي حكي عنه الاستاذ قليل فرزلي من على باب مجلس النواب، اللي هو اللي بلش بال 2005. شو الخطا التاريخي اللي بلش بال 2005؟ استشهاد رفيق الحريري؟ اعتبر لا وقت اللي سئل عن عودته قال انه هيدا تصحيح لخطا تاريخي. طب معلش، ما بيعرف دوله الرئيس الفرزلي انه اللي صار بال 2005 خطا اكبر بعد من تاريخي بقى. ما يعني هلا هذا نقاش ما بدنا نرجع. في عودة، في محاوله لاعاده عقارب الساعه الى الوراء عم تكتمل فصولا؟ لا ابدا، مع النظام السوري؟ نعم ابدا. يعني وصلوا رجالاته البعض اليوم، وصلوا رجالاته كلهم تقريبا. حقهم اللي وصل حقه يقول اللي بده اياه عن الخط السياسي اللي هو مقتنع فيه، ونحن حقنا نقول اللي بدنا اياه. نعم. عن الخط السياسي اللي احنا مقتنعين فيه. نحن اليوم مقتنعين بانه اليوم في مشكل مع هذا النظام، في مشكل مع اولا اللي عمله داخل سوريا، وفي مشكل مع اللي انعمل بلبنان. نعم. وبالتالي نحن هذا موضوع يعني نقاشه بمحل ثاني. نحن هلا عندنا ازمه بلبنان اسمها ازمه النازحين السوريين. ازمه النازحين السوريين مفروض يلتقي لها حل،
عن طريق الأمم المتحدة، ولكن مفروض أنه مسألة النازحين تكون أولوية قصوى عند هذه الحكومة اللي جاية، وخصوصا أنه هذه حكومة 4 سنين والرئيس هون عم بيقول هذه حكومة العهد، والرئيس الحريري كذلك الأمر باقي بهذه الحكومة إذا الله راد. هذه أنا برأيي حكومة انتخابات، يعني أنا برأيي هي الحكومة حكومة 4 سنين إلا إذا صار شيء لا سمح الله بالبلد كبير يستدعي استقالة الحكومة، بس بهذا التفاهم السياسي اللي موجود بالبلد يمكن تبقى هذه الحكومة 4 سنوات، وبالتالي ما فينا اليوم نراهن على حكومة جاية تبقى 4 سنين وما تكون عندها أولويتها هي مسألة النازحين السوريين. هو يمكن الأولوية توحيد الخطاب أو مقاربة هالموضوع، يعني بفترة الانتخابات نقال أنه يمكن لدواعي انتخابية في خطابات معينة، اليوم لازم من بعد القانون رقم 10 تحديدا ينلقى خطاب واحد. خلينا نختم هالقسم والحديث بهالموضوع بكاريكاتير ديلي ستار تحت عنوان بسوريا رسم دبابة برجها الأسد تستخدم القانون رقم 10 كاسحة للمواطنين السوريين. طبعا في هدف من قبل النظام السوري لخلق واقع ديموغرافي جديد لطرد من يعارضه. أكيد أكيد، يعني يشجع مين اللي برات لبنان برات سوريا؟ هن المعارضين، بس في موالين كتير كمان. اي بس اكثريتهم موالين بيجيبهم دغري بيقول لهم تعوا طلعنا القانون رقم 10. هلا مين اللي مش مسترجي يرجع؟ هن المعارضين. مشان هيك هذا القانون بمحل معين هو قانون جائر اساسا. هلا نحن شو بدنا شو عم يصير عندهم؟ يصفلوا عندهم شو عم يصير، بس نحن بهمنا اللي موجودين عندنا يلتقى حل معهم لحتى ما يصفوا اللي موجودين عندنا عبء على لبنان. نحن مثل ما نحن ما بدنا حدا يتدخل بامورنا الداخليه، نحن ما بنتدخل بامور الداخليه تبعو. هذا القانون منه قانون داخلي، هذا قانون عنده طابع دولي وعنده تاثير على كل النزوح السوري بكل دول العالم. مشان هيك شفتي انه في كثير دول العالم طلعت واعترضت على هذا القانون، لانه هذا قانون منه طابع داخلي، هذا قانون الهدف منه كل المعارضين بسوريا لا النظام السوري ما بيقدروا يرجعوا على سوريا، خلص عم يصدر لهم املكهم. بعد الفاصل بنرجع للبنان وبمواضيع بتتعلق بالكهرباء، الفساد وغيرها من العناوين. ما في كهرباء اصلا لحتى نحكي عن كهرباء. من المواضيع البارزة أيضا أستاذ هادي اللي بدي أسألك عنها، إخراج قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة المقدم سوزان الحاج من السجن. اليوم رضوان مرتضى بجريدة الأخبار قال أنه المقدم الحاج أنكرت ما أسند إليها ونفت اعترافات غبش، وأورد لملخص الوقائع التي سردت في القرار الظني الصادر عن أبو غيدة. أول سؤال للناس قبل ما أسألك عن هذا الموضوع، كيف ممكن محاضر يعني تنشر بتفصيل هالقد يعني بصراحة هيدي الكارثة الكبرى بالتفاصيل المملة، يعني كيف عم تقدر هالمحاضر توصل تلاقي طريقة للإعلام؟ هلا هو إذا بدنا نحكي واقع، هيدي نقطة جوهرية عم تطرحيها، إنه وللأسف مش بس بهذا الملف، بكثير من الملفات الحساسة بالبلد بتلاقي انه ملف قضائي بباب يخص فلان او فلتان عنده طابع سري، بيكون بعده بكثير من المحلات عند قاضي التحقيق او بعده بالتحقيق الاولي، بتلاقي نشرت كل المحاضر على هذا، والمشكله انه لا حسيب ولا رقيب، يعني ما تفكري انه في عدم. بقضيه المقدم سوزان الحاج بقضيه المقدم قديش في دوز سياسي كمان بالموضوع؟ ما في دوز سياسي بالملف، بيتسيس الملف ولانه هي اصلا بمحل معين رابطه، ولانه كان في ممثل عيتاني، ولانه لانه لانه يعني في كثير امور يعني متشعبه بهذا الملف. بس انا بقول لك انه ما في دوز سياسي بهذا الملف، بالرغم من انه كتار بيعتبروا انه هذا الملف بمحل معين فيه سياسه، نظرا لقرب المقدم حاج بالقرابه مني انا، ونظرا حتى الحكى عن دور لإلك باخراجه من هو لو في دور لإلي باخراجه، يعني لو انه بده يكون في تدخلات سياسيه ما كانت وقفت فاتت. نعم. وبالتالي انه بدنا نقي، يعني يا في تدخل سياسي ما كانت وقفت، يا في تدخل سياسي اخرجت. هذا موضوع قضائي بحت، وموضوع يعني بعده لليوم موجود امام المحكمه، وانا بترك هذه تفاصيل هذه القضيه للمحكمه لحتى هي تبت بنتيجه التحقيقات اللي اجريت عند قاضي التحقيق والتحقيقات الأولية، بالرغم من أنه قديش عم بيصير فيه حكي يعني من هون ومن هون بهذا يعني حتى أستاذ هادي إذا بتشوف مواقع التواصل دغري بدأت تكتب أنه مثل ما رئيس الجمهورية وعد ووفى بإخراجه، على الرئيس الحريري أن مثل ما وعد يوفي بقصة الموقوفين الإسلاميين
وعلى الثنائي الشيعي مثل ما وعد يوفي بقصة الموقوفين بالمخدرات وغيره من موقع التواصل كتبت مثل ما وعد مين وفى عفوا؟ رئيس الجمهورية؟ رئيس الجمهورية هيك ايه؟ هيك يعني انه عفوا المسيح الماروني مثل ما قدر دهرها لازم الاخرين يوفوا باللي وعدوه. انا باكد لك ما في اي دور لرئيس الجمهورية بهذا الملف، لا وعد ولا وفى، لانه ما تدخل بهذا الملف. ورئيس الجمهورية باكد لك انا انه ما كان عنده اي دور بهذا الملف. رئيس الجمهوريه بهمه مثل رئيس الحكومه انه القوانين تتطبق، واساسا يعني بمساله المقدم حج الاخلاء السبيل اللي انعمل من قاضي التحقيق اتى ضمن القانون، لانه اليوم نحن محامين وبنعرف انه اللي قاضي التحقيق باي مرحله من مراحل المحاكمه شو ما كان الجرم، وهذه ماده قانونيه، شو ما كان الجرم له حق يعمل استنسابيه، عنده استنسابيه مطلقه باخلاء سبيل اي شخص شو ما كانت الجريمه تبعه، ويقول له انا بدي اخلي لك سبيلك وتكفي المحاكمه خارج التوقيف، وبالتالي انه ما انعمل شيء مخالف للقانون. باعتبار ما انعمل شيء مخالف للقانون ما حدا له يحكي. هلا في ناس متضرره من اخراج فلان او متضرره من ابقاء فلان، هلا هيدي بتصفي حسابات شخصيه، نحن مالنا فيها، نحن عم نحكي قانون. طيب بموضوع اخر، قصه الوضع الامني المتفلت عن السيطره ببعلبك الهرمل، يعني خلال الاسبوع المنصرم عده احداث، اخرا امبارح حرق منازل ببعلبك، مع انه كل فعاليات وقوى منطقه بعلبك يلي هي احد المعاقل الاساسيه لحزب الله مجمعه على انه في منعطف خطير عم تدخله المنطقه على خلفيه امنيه. كيف بدها تقدر هالمدينه تقوم هلا بالصيف المقبل باستقبال السواح على مهرجانات بعلبك، وليش بعده هذا الامر يعني ما في امكانيه لضبطه امنيا؟ الخلافات العائليه ليش بدها تهدد مدينه بكاملها؟ هلا هيدي شغله بتصير، مش عم نحكي ايه بس انا قصدي ليش ما عم يقدروا يضبطون القوى الامنيه؟ المفروض اليوم اول شغله يكون في رفع غطاء سياسي كامل من حركه امل ومن حزب على الاقل هذا المعلن. اوكي، مفروض يصير في رفع غطاء سياسي كامل وفعلي، مش فقط معلن، بده يكون معلن وفعلي. اذا معلن وفعلي واعطينا سلطه للاجهزه الامنيه للجيش اللبناني وللقوى الامنيه فعلا تطلع تضرب بيد من الحديد بدون ما نصفي عم نقول لهم للجيش لا هون مسموح تفوت وهون مش مسموح تفوت، انا بقول لك قصه بتنحل. اما اذا بدنا نضل نعالج هذا الموضوع عشائريا وحبيا وحزبيا وسياسيا وفلان ما فينا نرفع الغطاء عنه وفلان ما تقربوا لنا عليه، ما بتنحل هالقضيه. بالنسبة لمكافحة الفساد والطبعة الجديدة يلي حكي عنها محمد الدعوق باللواء، أيضا فيليب أبي عائل أشار لهروب حزب الله إلى الداخل، وهي الطبعة الجديدة طبعا محمد هو أنه مكافحة الفساد يجب أن يكون العقاب الجدي قادما إلى مواقع الخلل من خلال دولة تسعى جهدها. عم يحكي شيء دراسي يعني. أوكي. نعم. ماذا لو طلب حزب الله أنه يتولى هالحقيبة يلي كانت عنوان مكافحة الفساد بخطابات كثيرة للأمين العام للحزب؟ بطمنك شيء مماثل؟ وهل تستقيم مكافحة فساد بوجود سلاح خارج سلطة الدولة بأي حجة اللي كان؟ أنا لا، ما بيطمني بصراحة هذا الموضوع، يعني نكون واقعيين. ليش؟ لأنه اليوم الحزب عنده أجندات خاصة، ما فيني اليوم أنا سلم حزب سياسي مع يعني كامل إذا بدك تقديري لبعض الأمور الداخلية اللي بتصير بوزاراتهم، وطبعا عندي عتب أو عندي إذا بدك تعليق على أمور أخرى بتصير ببعض الأداء الوزراء عندهم، ولكن ما فيني أنا اليوم أجي سلم حزب بعد عنده اذا بدك دولته الخاصه خارج اطار الدوله، واجي حاسبه واجي اقول له انت بقى تستلم المحاسبه بالدوله وانت بنفس الوقت خارج الدوله. يعني بدنا ننقي، انه يا بدك تفوت على الدوله بشكل كامل وما عندي مانع ساعتها اعطي فرصه انه انت تستلم الفساد او عفوا محاربه الفساد، او بدك تضل عندك جزء خاص برات الدوله وتجي تحاسبني انا على اللي عم بيصير معي. يعني عمليا فيها تناقض، هذا واحد. اثنين، والان أول شيء خلينا نشوف شو يعني محاربة الفساد، ليش إنه وزير محاربة الفساد شو عنده صلاحية يحارب الفساد؟ شو اللي بده يخلي مهمته أسهل من مهمة الوزير؟ محاربة الفساد اليوم بالقانون اللبناني هلا حاليا بالقوانين اللي موجودة مش مهمة الوزير، ما أنا مهمة الوزير، هذه نظرية وزير محاربة الفساد، هذا شيء شكلي. طيب، النفوس مهيئة لمحاربة الفساد؟
شوفي هيدا موضوع محاربة الفساد بده يبلش من رأس الهرم لتوصل إلى آخر موظف بالدولة. ما فيك اليوم تبلشي تحاسبي الحاجب بالدولة وتكوني أنت بمحل معين، الوزير مرتكب والمدير مرتكب والرئيس مرتكب و وهيدا موضوع بده يتاخد فيه قرار كبير، وهيدا القرار الكبير بده يتطبق على كل الناس، مش تحس الناس بمحل معين هيدا الوزير الفلاتاني فيه فوق منه غطى مسموح يعمل الفساد والباقي ممنوع يعمل الفساد. واحد اثنين، محاربة الفساد اول شيء بدك ترفع الحصانات عن العالم كله، مش معناتها ايه مسموح محاربه فساد الوزير ما فيني حاسبه. اليوم شو اليات محاسبه الوزراء بلبنان؟ دخلي شفتي لك شي وزير تحاسب من سنه التسعين لليوم؟ ممنوع الوزير بقلب الوزاره منزل، ممنوع حدا يتعاطى معه، بيعمل ارتكابات قانونيه وما حدا بيطلع فيه. التداول يعني وقتنا خلص، بس سؤال اخير هيك جواب قصير، التداول بالحقائب يعني التغيير بيساعد بهالمهمه؟ يساعد من مهمة شو؟ انه يعني الحد من الفساد، انه بقت اللي بيتنقلوا الوزراء على عدة حقائب، خاصة الحقائب اللي فيها يعني اذا جاي وزير بده يسرق بقرة حلوب، يعني اذا جاي وزير بده يسرق بده شوية وقت لحتى يتعلم يسرق، ما بيلحق هيك بينقل بيجي وزير تاني محل. يعني على كل حال بقول لك شغلة، قصة محاربة الفساد بدها اذا بدك خريطة كبيرة وبدها قرار كبير، وبقول لك انا في امكانية توصلي لضبط الفساد، ولكن بدا قرار كبير من المسؤولين الكبار بالبلد يقولوا فعلا نحن بدنا نحارب هذا الموضوع. وبقول لك انا بتنحط خطط وبتمشي، ومش اول دوله حاربت الفساد بلبنان وعملت اصلاح اداري لكل الثغرات اللي موجوده عندها. استاذ هادي حبيش وقتنا انتهى، انا بدي اشكرك شكرا جزيلا على حضورك معنا، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. بدي اشكر المشاهدين ايضا على المتابعه، والى اللقاء.